ازدادت حركة الأسواق في محافظة البصرة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان بسبب إقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم من الملابس والمفروشات والحلويات والمعجنات وغيرها من المواد والسلع تحضيرا لاستقبال عيد الفطر الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع قرار خلية الأزمة بفرض حظر التجوال الكامل بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا. الحركة جيدة جدا يعني حاليا هسه نقول أواخر الشهر رمضان يعني الحمد لله يعني جيد يعني الناس جاي تطلع بالليل وتتبضع يعني تاخذ مثل الديباجات وتاخذ المفارش الارضيه وتاخذ الديباجات والحمد لله ماشي يعني بس شوي اكو عندنا شويه يعني نقول بالصعود دولار شوي اثر علينا هذا. هاي تحضيرات العيد مثلا نسوي كليتش نشتري حلويات نشتري كرزات نشتري مفروشات نغير البردات من بعد 15 رمضان هذا اليوم الحمد لله والشكر حركة طبيعية واسعار ان شاء الله مناسبة صعدت الاسعار بس صعدت بشيء قليل بسبب الدولار وتعرفون بعد الوضع حاليا كورونا والدولار صاعد بس الحمد لله والشكر توفيق من رب العالمين الاسعار مناسبة والحركة طبيعية بالسوق ورا الفطور تماما اكو حركة. سوق العشار المركز التجاري الذي يقع في قلب مدينة البصرة هو الأكثر زحاما بالمتبضعين الذين يرتادونه مساء وحتى ساعات متأخرة تمتد إلى وقت السحور ما أن أعشى حركة السوق التي توقفت خلال الأيام المنصرمة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار والذي أضر كثيرا بشريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود. ما شاء الله يعني حلو أنا بصراحة تفاجئت رغم الوقت المتأخر بس ما شاء الله يعني حلو مزدحم يعني أمان أي تمام وأمان إن شاء الله ماكو شيء والله إن شاء الله يبعدنا عن هذا الوباء. احنا كل يعني نهاية شهر رمضان ان شاء الله نشتري ملابس للعيد نشتري مواد للعيد يعني كليجة حلويات يعني اي شيء للاطفال نونسهم ان شاء الله مثل ما احنا تونسنا بالاعياد الماضية العيد ونونس اطفالنا بالايام القادمة ان شاء الله. افتر انا على الملابس واشتري وافتر على السوق اشوف الملابس حلوة ان شاء الله على العيد بس ولا اول العيد حضر الناس ما تطلع وهاي سوينا سحضر 10 أيام. وتحرص العائلة البصرية على استكمال كافة متطلباتها استعدادا لإحياء عيد الفطر المبارك كجزء من الطقوس والتقاليد التي توارثتها وسط أجواء من التفاؤل بأن يلبس الجميع ثوب الفرح والبهجة والسرور. لقناة زاكروس الفضائي ستار المنصوري البصرة.